هل توقع اتفاقية صندوق رأس المال الأردني للنمو المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية؟ هذا نايف الفايز لازم هذا كم واجب الباص رئيس شركة رئيس التشريط سياحة برأس مال كده بقول له جهات لك مليون دولار يصل في غضون 8 سنوات إلى 50 مليون دينار. وبموجب الاتفاقية ستدير شركة أبراج وينكم ولا شفتكم؟ شفت رمزي وشفت هي هي رمزي هي كرر والبابا وأنا وين؟ طب احضري زينا معلومة تبزع عندنا سمع عيسى منعم فاخور يتفرج ايه؟ لا البابا ما البابا علان كما تم توقيع اتفاقية مشروع شحن السيارات بالطاقة الشمسية بين جامعة الأميرة سمية وشركة نت أنرجي هينا بليونين دولار يتم بموجبها إنشاء بنية مش معقولة ماما مش معقول لقطات لا يعني مش عارفة مش عارفة جوزك وبنتك هيك هيك كويس هاي البكير هذا صغير هذا بيدرو أكثر من 60 دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند وجنوب آسيا وأستراليا. إحنا اتفاقيتنا هي عبارة عن تقديم محتوى نادي ريال مدريد الرياضي شايف وجهك بشوش والهند وجميع دول آسيا إن شاء الله زائد إضافة تم توقيع اتفاقية جديدة لتعريب الموقع الرسمي لريال مدريد باللغة العربية هذا موقع صار موجود منه بالعربي الإنجليزي والإسباني والحمد لله توقيع الويب سايت صار لايف هلا صار له حوالي شهر وسعداء بالاتفاقية مع ريال مدريد فلا ترى الطفيرة شو هذا لايف عن زدي الاتفاقية الرابعة كانت بين وزارة الصحة وشركة